أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في درس جديد من دروس الجغرافيا في الترم الثاني. ومعانا النهاردة بعد ما خلصنا الوحدة الأولى وكان آخر درس الثروة الحيوانية والسمكية، معانا بداية الوحدة الثانية ومعانا درس التعدين ومصادر الطاقة. الثروة المعدنية في الوطن العربي بتنقسم إلى نوعين زي ما احنا شايفين كده، وهنلاقي عندي يا إما معادن يا إما صخور اقتصادية. طيب لو بدأنا بالمعادن، هنلاقي عندي من أهم المعادن الموجودة في الوطن العربي الحديد، المنجنيز، النحاس، الرصاص والزنك. طيب ومعندي حاجة تانية اللي هي زي ما قلت لكم الصخور الاقتصادية، وحلاقي أهم الصخور الاقتصادية الفوسفات والحجر الجيري والكبريت. طيب نبدأ بإيه بقى؟ نبدأ الأول بالجزء الأولاني وهو المعادن. المعادن اللي انت بتقول عليها الحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك، بنحصل عليها ازاي؟ بنحصل عليها عن طريق عملية التعدين. والتعدين معناها ان عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض، يعني ممكن تكون في باطن الارض وممكن قريبة من سطح الارض. طيب عملية التعدين بعد ما احصل على هذه المعادن، المعادن دي ممكن تؤدي الى في دولة عندها وفي دولة ما عندهاش، وبالتالي هيختلف التوزيع بتاع الثروة المعدنية بين دول الوطن العربي. وبالتالي لما يكون انا عندي حديد ودولة تانية عندها منجنيز ودولة تالتة عندها نحاس، يبقى بالتالي هيؤدي إلى عملية التبادل التجاري بين الدول العربية، مما يزيد بالتقارب بين الدول العربية وبعضها. وبالتالي لو جالي سؤال وقال لي ما النتائج التي ترتبت على اختلاف توزيع الثروة المعدنية من دولة عربية إلى أخرى، أقول له أدى ذلك إلى زيادة التبادل التجاري والتقارب بين سكان دول الوطن العربي، ان احنا هنكمل بعض. نرجع تاني واقول لك ايه اهم المعادن. المعادن زي ما قلت في الاول، ها، الحديد، المنجنيز، النحاس والرصاص والزنك. تعالى ما نبدأ باول معدن وهو الحديد. طيب هو الحديد ده يا استاذ اهميته ايه؟ تعالى اما نشوف كده نلاقي ان الحديد بيدخل في صناعات كتيره قوي، هو اساس الصناعات الثقيله في الوطن العربي او في العالم. منها بقى الصناعات حديد التسليح، السيارات، الآلات، وهو أكثر المعادن استخداما. تاني، الحديد هو أساس الصناعات الثقيلة، هيدخل في صناعة حديد التسليح والسيارات والآلات. طيب ده بالنسبة وهو أكثر المعادن استخداما. طب مين أهم الدول في الوطن العربي في إنتاج الحديد؟ هنلاقي الأربع دول اللي احنا شفناهم دول: موريتانيا، الجزائر، مصر، المغرب. تاني، ها، أهم الدول المنتجة للحديد في الوطن العربي: موريتانيا، الجزائر، مصر، المغرب. ده أول معدن وهو معدن الحديد. وبعد كده نيجي للمعدن الثاني، احنا قلنا أربعة: المنجنيز. طب والمنجنيز هيدخل في صناعة ايه؟ تعالى ما نشوف كده: مواد الطلاء والصلب. يبقى بما تفسر أهمية المنجنيز، أقول له يدخل في صناعة مواد الطلاء والصلب. ايه الصلب ده؟ يعني الحديد بيتضاف عليه منجنيز، وبالتالي كل طن له كم كيلو منجنيز، يتحول إلى كتلة من الصلب نصنع منها حاجات كتيرة زي مواتير السيارات. وبالتالي يبقى المنجنيز مفيد جدا. بيفيد، وإحنا عندنا بس كلمتين: إيه أهمية المنجنيز؟ يدخل فيه مواد الطلاء وصناعة الصلب. طب مين أهم الدول المنتجة للمنجنيز؟ هنلاقي عندها المغرب ومصرها والجزائر. المغرب ومصر والجزائر. والحديد كنا قايلين فيها أربعة: موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب. طيب نيجي بعد كده للمعدن رقم ثلاثة وهو النحاس.
النحاس يوجد بنسب قليلة في العالم، وعندنا برضو بنسب قليلة في الوطن العربي، لكن استخداماته برضو كتير. نلاقي يصنع منه أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون. يبقى بما تفسر أهمية النحاس، يبقى ركز معايا أهو، يدخل في صناعة أسلاك الكهرباء وأسلاك اللي هي التليفونات. طيب ودي حاجات بنستخدمها كتير أو فين في حياتنا وفي كل حاجة عندنا. طب مين منتجة للنحاس؟ تعال ما نشوف كده، هنلاقي برضو لازالت دولتها المغرب. يبقى المغرب الأولى في معدن المنجنيز والأولى في معدن النحاس، أما الحديد فموريتانيا هي الأولى. يبقى المغرب ثم عمان ثم الجزائر. يبقى إذن ركز معايا تاني، التلات دول المنتجة للنحاس في الوطن العربي المغرب وعمان والجزائر. عمان تقع في أقصى جنوب شرق الوطن العربي، وبعدين وهنا المغرب في شمال غرب الوطن العربي. يبقى الاثنين يا أستاذ أصب بعض، واحدة في جنوب شرق والتانية في شمال غرب. مين التانية في معدن النحاس؟ عمان. مين التالتة؟ الجزائر. مين الأولى؟ المغرب. عشان ما نتلخبطش نرجع تاني ونقول الحديد هلاقي موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب آخر حاجة. نلاقي بعد كده معدن المنجنيز الأولى فيه دولة المغرب، معدن النحاس الأولى فيه دولة المغرب. يبقى النحاس المغرب وعمان والجزائر. طيب نيجي للمعدن الأخير، ودول معدنين في بعض اللي هم الرصاص والزنك. والرصاص والزنك لازم يتلازم وجودهم في الطبيعة. لقيت رصاص تلاقي الزنك، والزنك تلاقي ليها تلاقي الرصاص. يتلازم وجودهم في الطبيعة معدني الرصاص وليها والزنك. طب هيدخلوا في صناعة ايه؟ ركز كده اهو زي ما انت شايف، البطاريات والسبائك وأسلاك الكهرباء. يبقى بما تفسر أهمية الرصاص والزنك، ها يدخل في صناعة البطاريات والسبائك وأسلاك ليها الكهرباء. وبرضو أو أول دولة في إنتاج الرصاص والزنك هي دولة الإيه؟ المغرب، وبعدين تونس، وبعدين الجزائر. دي كده يا أستاذ إحنا كنا بنتكلم عنها المعادن في الوطن العربي الأربعة. وبيبقى كده خلصنا الحديد، وبعدين المنجنيز، وبعدين النحاس، وبعدين الرصاص والإيه والزنك. نيجي للجزء الثاني من الثروة المعدنية، وهي الصخور الاقتصادية. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ممكن تتصنع وتجيب فلوس كتيرة جدا تتصدر، واحنا عندنا الصخور دي بكميات كبيرة جدا في الوطن العربي. واول نوع منها الفوسفات. يعتبر الفوسفات من اهم الصخور الاقتصادية في الوطن العربي. ليه؟ ما انا قلت لك احنا من اهم المناطق لانتاج الفوسفات في الوطن العربي. يعني مثلا هلاقي ان احنا بننتج من انتاج العالم 33% من انتاج العالم، يعني تلت انتاج العالم من الصخور الاقتصادية الفوسفات موجود عندنا في الوطن العربي. وهناخد دلوقتي اول دولة المغرب. تاني يبقى ليه هو من الصخور الاقتصادية؟ قلت لك، او ليه يعتبر الوطن العربي لو جال سؤال وقال لي دلل على أن الوطن العربي من أهم مناطق إنتاج الفوسفات في العالم، أقول له بينتج 33% من الإنتاج؟ لا، وبيحتوي على 40% من احتياطي العالمي. الله، مش فاهم دي يا أستاذ، يعني إيه احتياطي عالمي؟ يعني المخزون اللي موجود في بطن الأرض اللي أنا لسه ما استخرجتش منه حاجة اسمه الاحتياطي. يبقى إحنا عندنا في الوطن العربي 40% من الاحتياطي بتاع الفوسفات، وعندنا 33% من الإنتاج العالمي، ودي نسبة كبيرة جدا فين؟ في الإنتاج. طيب كمان الفوسفات بيدخل في عديد من الصناعات، مثل تعال ما نشوف كده ايه الصناعات اللي هيدخل فيها الفوسفات. رقم واحد الاربع صناعات دول، ها، الطوب الحراري والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والأسمدة الفوسفاتية. يبقى تاني برضو ليه بيعتبر من الصخور الاقتصادية؟ بننتج 33%، بنمتلك احتياطي 40%، بيدخل في العديد من الصناعات زي اللي احنا قلناها، الطوب الحراري، المبيدات الحشرية، دبغ الجلود والأسمدة. طب مين أهم الدول بقى؟ ركز معايا كده عشان ما نتلخبطش. يبقى بالتالي أهم الدول المغرب،
تونس، الأردن، سوريا، مصر في المركز الخامس. لكن مين أول دولة؟ المغرب. طب تقدر تقول لي بقى المغرب كده الأولى في إيه؟ هتلاقيها في المعادن، بس باستثناء الحديد، والأولى في الصخور الاقتصادية زي الإيه؟ زي الفوسفات. أمال مين الأولى في الحديد؟ تقول لي موريتانيا. طب ركز بقى عشان خاطر لما يجي لي في الاختيارات ويقول لي الدولة الأولى، الدولة الثانية، الدولة الثالثة وهكذا، نرجع تاني للفوسفات ونقول له أهم الدول المغرب، ثم تونس، ثم الأردن، ثم سوريا، ثم مصر. طيب كده بيبقى خدنا أول نوع من أنواع الصخور الاقتصادية في الوطن العربي، والنوع الثاني احنا كنا خدنا الفوسفات، الحجر الجيري، وبعدين الكبريت. هناخد بس ونشرح الفوسفات خلصناه، وبعدين ناخد الكبريت وحنستثني الحجر الجيري. الكبريت هيدخل فيه الصناعات الكيماوية، اهو الصناعات الكيميائية هيدخل فيها الايه؟ الكبريت. والكبريت يا استاذ بقى بيكون له صور في الطبيعة. يعني مثلا انا عندي الاول اهم الدول، او الكبريت بيقول لي يوجد خام الكبريت في الطبيعة، اما منفردا ممكن يكون لوحده، واما مختلطا بالغاز الطبيعي، او مختلط بالحديد. يبقى بيوجد بثلاث صور في الطبيعة الكبريت، يا حقول لوحده اسمها حقول الكبريت، يا اما مختلط بالغاز مع الغاز الطبيعي، يا اما مختلط بخام الحديد. طيب مين اهم الدول؟ لو نرجع بقى هتلاقي اهم الدول المنتجة للكبريت العراق، الجزائر، سوريا، ما جاتش المغرب المرة دي. يبقى بالتالي ما هي أهم الدول المنتجة للكبريت؟ العراق، الجزائر، سوريا. يبقى كده يا أستاذ إحنا خلصنا المعادن الأربعة، وبعدين الصخور الاقتصادية الاثنين، الفوسفات والإيه؟ والكبريت. وتعالى بقى بعد كده نخش على جزئية تانية وهي مصادر الطاقة. كلمة طاقة معناها إيه؟ الطاقة بصورة عامة هي القدرة على بذل شغل، اسمها طاقة. طيب أنا النهاردة هاخد مصادر الطاقة بقى اللي هتحرك الآلات وهتكون الدينامو بتاع الإنسان كله في أي نشاط بشري. مصادر الطاقة عندي، أنا عندي أنواع متعددة من مصادر الطاقة. عندي يا إما مصادر طاقة متجددة، يا إما مصادر طاقة غير متجددة. متجددة يعني بتتجدد باستمرار وما بتخلصش لما الإنسان يستخدمها. غير متجددة ممكن تنفد تخلص باستخدام الإنسان لها. والغير متجددة بسميها الطاقة الحفرية اللي بنجيبها من بطن الايه؟ الأرض. والمتجددة موجودة قدام الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية. طيب يبقى بالتالي أنا عندي أنواع متعددة من الطاقة. طب يا أستاذ إيه الطاقة اللي أنت بتكلمني فيها دي؟ ليها أهمية؟ ركز كده في الحاجتين دول، لا يمكن الاستغناء عنها. اتنين، الطاقة دي، مصادر الطاقة اللي انت قلتها، أساس التقدم والرفاهية التي تتمتع بها الإنسانية في الوقت الحاضر. يبقى أساس التقدم والرفاهية هي الطاقة. الأجهزة بتاعتنا كلها بتشتغل بالكهرباء، ما هي دي طاقة. العربيات بتاعتنا بتشتغل بالبترول والغاز، طب ما هي دي مصادر طاقة تانية اسمها طاقة حفرية. يبقى بالتالي ايه أهمية مصادر الطاقة؟ رقم واحد، لا يمكن الاستغناء عنها. أساس التقدم والرفاهية اللي بتتمتع به الإنسانية في الوقت الحاضر. وتعالى ما نشوف مصادر الطاقة. مصادر الطاقة زي ما اتفقنا نوعين، يا إما غير متجددة حفرية بتخلص، يا إما متجددة. طب اللي نرجع تاني أهو، مصادر الطاقة الغير متجددة اللي بتخلص، البترول والفحم والغاز الطبيعي، يبقى قابلة للنفاد باستخدام الإنسان. أما هنا هي مصادر غير القابلة للنفاد ولا تؤثر سلبا على البيئة زي الشمس والطاقة الكهرومائية والرياح. طب بعد ما خدنا أنواع مصادر الطاقة، تعالى ما نشوف كده واحدة واحدة ونبدأ بأهم مصادر الطاقة على الإطلاق في الكرة الأرضية، البترول، اللي من أجله بتؤثر على العلاقات السياسية والاقتصادية والتنمية الاجتماعية في الدول، حتى الحروب تقام من أجل هذا. يبقى بالتالي تعالى ما نشوف أهمية البترول كأول مصدر من مصادر الطاقة الحفرية أو الغير متجددة. تعالى نشوف كده، واحد، يستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل، مفيش عربية تمشي من غير بترول. ليه بقى؟ لأنه هيكرر، فهيستخرج منه مشتقات بتمشي العربيات كلها بقى، سولار،
والبنزين. طيب ثلاثة مشتقاته دي تدخل في صناعات زي صناعات الكيماوية والألياف الصناعية. أربعة ده بيعتبر مصدر من مصادر الدخل لبعض الدول اللي بتعتمد عليه كأساس زي السعودية وزي ما هنشوف دلوقتي، يبقى مصدر للدخل القومي خاصة في دول الخليج. يبقى تعالى ما نقول تاني كده، إيه أهمية البترول؟ البترول تدار به المصانع ووسائل النقل. اثنين يستخرج منه العديد من المشتقات زي البنزين والسولار. ثلاثة تدخل مشتقات البترول في الصناعات الكيماوية والألياف الصناعية. أربعة مصدر رئيسي من مصادر الدخل لبعض الدول العربية وخاصة دول الخليج. ركز معايا بقى كمان يا أستاذ، إحنا من مناطق إنتاج البترول في العالم المهمة. ازاي؟ يعني عندك السعودية أكبر دولة في العالم في إنتاج البترول. طيب إحنا بننتج كوطن عربي 28% من الإنتاج العالمي، يعني يقرب من ثلث الإنتاج العالمي، وده نسبة كبيرة جدا. وبنمتلك احتياطي أعلى من كده بكتير في البترول، عشان كده تلاقي دايما الدول الكبرى بتحاول تسيطر على الدول الخليج ودول العالم الثالث عشان تاخد البترول منها. بنمتلك 60% من الاحتياط العالمي للبترول. يبقى بننتج 28% وبنمتلك احتياطي 60% من الاحتياط العالمي للبترول. بيقول لي بقى البترول بيعتبر أهم مصادر الطاقة على الإطلاق، به تدور حركة الحياة. الله اديني دليل. ركز كده، العرب لما منعوا البترول عن الدول المساندة لإسرائيل في حرب 73 كان سبب من أسباب النصر كاستخدامه كسلاح استراتيجي للنصر في حرب أكتوبر. لما منعناه وقلنا مش هنصدر بترول للدول المساندة لإسرائيل، كان سبب من أسباب الإيه؟ النصر. يبقى بالتالي ممكن استخدم البترول ده كسلاح استراتيجي لتحقيق الأهداف العربية وتحقيق السياسة الإيه؟ العربية. طيب تعالى ما نشوف كده البترول هيتصدر ازاي. البترول بتاعنا في الوطن العربي يصدر الى جميع دول العالم عن طريق يا اما الناقلات العملاقة يا اما خطوط الانابيب زي عندنا مثلا خط سومت. ادي يا استاذ ليه البترول خدنا الاهمية، خدنا الانتاج، خدنا استخدامه كسلاح استراتيجي. نيجي لي رقم 2 في الطاقة الحفرية، الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي مصدر من مصادر الطاقة وتزايد انتاجه جدا في الوقت الاخير من الوطن العربي. طب ليه؟ تعالى ما نشوف كده. في تكنولوجيا جديدة اسمها تكنولوجيا تسييل الغاز. اصله غاز دخان؟ لا، عملنا تكنولوجيا تسييل نخليه سائل، يبقى يمشي فين؟ في خطوط الانابيب. يبقى اهو بما تفسر تزايد انتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي لتقدم تكنولوجيا تسييل الغاز. اتنين سهل ان انا انقله خلاص. ثلاثة الطلب عليه دلوقتي كتير، لان هنعرف ليه الطلب على الغاز ايه كتير. يبقى ليه تزايد انتاج الوطن العربي من الغاز؟ نقول له ثلاث حاجات: تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز، اثنين سهولة النقل، ثلاثة تزايد الطلب ايه عليه. طب ايه اهمية الغاز الطبيعي بقى؟ تعال اما نشوف كده. رقم واحد، اول حاجة انه رخيص، سعره رخيص مقارنة بالبترول. رقم اثنين، تاني حاجة أقل في التلوث للبيئة من البترول. طيب تالت حاجة سهولة إيه؟ النقل بتاعه. يبقى أهمية الغاز الطبيعي سؤالين مهمين جدا أهو، ليه تزايد الطلب على الغاز وإيه أهمية الغاز الإيه الطبيعي. أهمية الغاز الطبيعي رخص سعره مقارنة بالبترول، أقل تلويثا للبيئة، سهولة إيه؟ نقله. أدي ليه الغاز الطبيعي. وتعالى ما نشوف الإيه الإنتاج. احنا بننتج في الوطن العربي من الغاز الطبيعي زي ما احنا شايفين كده 14% من جملة الانتاج العالمي، برضو كويس. نسبة كبيرة من الغاز عندنا في الوطن العربي، وبنمتلك تلت الاحتياطي 30% من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي في الوطن العربي. يبقى يا استاذ ممكن يجي لي بقى سؤال يقول لي ايد بالادلة، تعتبر منطقة الوطن العربي منطقة مهمة لانتاج مصادر الطاقة سواء كان البترول او الغاز. عندي 28% انتاج بترول 60 احتياطي، وعندي هنا 14% و30 احتياطي. يبقى بالتالي حتى في الصخور الاقتصادية في الفوسفات وهكذا. يبقى الغاز الطبيعي الدول المنتجة ليه بقى؟ اولى الدول في الغاز زي ما احنا شايفين كده سعودية،
الجزائر، مصر، قطر. يبقى الدول المنتجة السعودية، الجزائر، مصر وقطر، أهم الدول الأربعة المنتجة للغاز الطبيعي. طيب آخر نوع من أنواع الطاقة الحفرية عندي بعد ما خدنا البترول والفحم والغاز، الفحم. أهم الدول، الفحم بينتج في الوطن العربي بكميات قليلة وبأنواع رديئة، وأهم الدول المنتجة للفحم زي ما احنا شايفين كده المغرب ومصر والجزائر، ودي المعلومة اللي عندنا بس عن الفحم. انتاجه قليل وأهم الدول في ايه؟ في الإنتاج. نيجي بقى الجزء الثاني، مصادر الطاقة المتجددة في الوطن العربي. انت قلت عنديها الطاقة الشمسية، وبعدين طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية اللي هي مولدة من الماء، سواء كانت شلالات طبيعية أو شلالات صناعية زي السدود. طيب الطاقة الكهرومائية، الوطن العربي بيسهم بنحو حوالي 1.5% من الطاقة في الوطن العربي للطاقة الكهرومائية، يبقى إنتاجها قليل لأن احنا عندنا الأنهار مش كتير ومش معظمها عامل سدود عشان تولد الايه الكهرباء. واهم الدول المنتجة للطاقة الكهرومائية هتلاقي عندي مصر، السودان، العراق، المغرب من الانهار القصيرة. يبقى بالتالي الطاقة الكهرومائية بتساهم بنسبة 1.5% من الطاقة في الوطن العربي، واهم الدول اللي عندها انهار وبتعمل طاقة كهرومائية مولدة من الماء يبقى مصر والسودان والعراق والمغرب. طب نيجي بقى بعد كده ليه بقى كل دول؟ عشان وجود الايه زي ما اتفقنا، وجود الانهار، وبالتالي يبقى احنا رجعنا تاني خلصنا درسنا النهارده، وهو درس بيتكلم عن مصادر الطاقه والتعدين في الوطن العربي. اشوفكم ان شاء الله في درس تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.